السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة فاطمة محمد، معيدة بقسم التمريض الباطني والجراحي. إن شاء الله هشرح معاكم النهاردة محاضرة ميجرينج هايت أند الويت. إيه هي الأوبجيكتيفز بتاعة المحاضرة بتاعتي؟ أهداف المحاضرة إيه؟ إن في نهاية at the end of the lecture all students should be able to، في نهاية المحاضرة لازم يكون كل طالب قادر على define height and weight، يكون عارف تعريفهم ايه، identify purpose of measuring height and weight، الغرض منهم، list principles related to weighing the patient، ايه هي الاساسيات اما اجي اوزن المريض، demonstrate height and weight measurements، يعني اقدر اعمل شغل عملي اقيس بيه الهايت والويت بتاعت المريض. دي كانت الاوبجكتيفز بتاعتنا، اهداف المحاضره بتاعتنا. ندخل دلوقتي على الاوتلاينز، ايه العناوين اللي احنا هناخدها جوه في المحاضره. اول حاجه definition of height and weight، purpose of measuring height and weight، principles related to weighing the patient، height and weight measurements. حاجه عايزه اعرفها definition of height and weight، يعني ايه height ويعني ايه weight. بيقول لنا ان الهيومن هايت او اور ستيتشر اللي هو وزن اللي هو طول المريض او القامه بتاعته، بيقول ان هي ذا ديستانس فروم ذا باتوم اوف ذا فيت، المسافه بين الرجل بتاعت البيشنت لحد التوب اوف ذا هيد اللي هو اعلى حاجه في الهيد. بيقول ان هو البوتوم اوف ذا فيت ديت اللي بين قوسين ده بيشرح البوتوم اوف ذا فيت اللي هي ايه، اللي هي اقل نقطه في الشخص، lowest point of the person، دي اقل حاجه فينا واحنا واقفين. طب اعلى حاجه فينا اللي هي ايه، the highest point of the person اللي هي عند الهيد بتاعتنا، دي دوت التعريف بتاعنا. طيب بيقول لك دوت بقيسه والبيشنت بيبقى standing erect، يعني واقف ايه بشكل مستقيم. it is measured using a stadiometer or using a metric system، ودي معناها ايه، ان انا بقيسه بواسطه الاستيديوميتر اللي هو الجهاز قياس الطول. طبعا كلنا عارفين اللي هو بيقى في زي هايت رود زي العصايه كده اللي بتقيس الطول، وبقف عليها، وبقف طبعا على الاستيديوميتر، والعصايه دي بتترفع وبتوصل لحد فين، الطوب بتاع الهيد عشان يقيس لي ايه الطول بتاعي، او المتريك سيستم هو النظام بالمتر. كده التعريف ما فيهوش اي مشكله بتاع الهايت. ندخل على تعريف الويت اللي هو الهيومن ويت، بيقول لي معناه ان هو البيرسونز ماس اللي هي كتلة الجسم او وزن الجسم، بيتقاس بايه، بالكيلوجرامات، او بيقول لي هي معناها القوة بتاعت الارض، قوة جذب الارض للجسم اللي هي بتاعت ايه الوزن الجسم نفسه، بتبقى الجاذبية بتتركز في السنتر بتاع البادي بتاعت البيشن، وبالتالي بيحدد لي ايه الوزن بتاع المريض. purpose of measuring height and weight، ايه الغرض ان انا اقيس الوزن البيشنت او طوله، الغرض من ده هستفاد ايه. اول ما البيشنت بيدخل لازم بيقيسوا له الوزن او الطول اول ما بيدخل الهوسبيتال عندي. طيب فائدتها ايه، اول حاجه دايت مانجمنت، يعني ايه دايت مانجمنت، عايز اعرف الايديال ويت بتاع البيشنت ده قد ايه، الوزن المثالي بتاعه قد ايه، عايز اشوف هو اوفر ويت وزنه زايد، ولا ما عنده اندر ويت الوزن بتاعه ايه منخفض، او عنده مال نيوتريشن هي سوء تغذيه، يبقى بتحدد لي حال المريض قدامي ايه. دي اول حاجه الدايت مانجمنت. تاني حاجه الاوبزرفيشن اوف ميديكال ستيتس، يعني ايه اوبزرفيشن اوف ميديكال ستيتس، معناها انا عايز اشوف حالته الصحيه او حالته الطبيه ايه. الهايت والويت وخصوصا الويت، يعني في الكبار عندنا الويت بتاعه مثلا لو البيشنت دوت بيقول لك ان هو عنده اندر ويت او اوفر ويت، هعرف برضو منها ايه الاندر ويت، هعرف مثلا هو عنده مرض معين زي امراض الغده الدرقيه كده مثلا، ممكن لو الغده الدرقيه ديت ما بتفرش بتعمل له ايه اوفر ويت، لو هي بتفرز بكميات كبيره هتعمل له اندر ويت هتخليه يخس. فانا بعرف ايه نظام حياته ماشي ازاي، وبعمل له تحاليل، فزياده الوزن زياده عن اللزوم او قلته زياده عن اللزوم بيحدد لي، او خلي الدكتور مثلا يشك ان هو ممكن يكون عنده مشكله في الهرمونات، مشكله في الكليه، عنده مشكله في اي حاجه في جسمه، فبالتالي انا بعرف ازاي من وزن المريض. او بيقول لي بسبب الاوفر ويت ممكن يحصل بسبب اوديما، اوديما بايه بالسوائل اللي في الجسم،
مثلا عندك زي مرض بتاع الكدني او الرينال فيلير، بيبقى البيشنت عنده اللي هو عنده فشل كلوي، بيبقى الجسم بتاعه بيحوش ميه كتير قوي تحت الجسم، بيعمل لي حاجه اسمها ايه اوديما، بيخزن ميه كتير تحت الجسم. فبالتالي المريض دوت برضو بتعرفه ازاي ان هو حالته اتحسنت او هو حالته سيئه، بقيسه برضو، بقيس الوزن بتاعه باستمرار. لو هو وزنه بيزيد بيبقى انا اعرف كده ان الكليه مش شغاله خالص او الادويه مش جايبه معاه نتيجه، لان عمال جسمه يخزن ميه. لو مثلا جاي يعمل غسيل في الدياليسيس اريا عندي في المستشفى، برضو بيوزنوه قبل ما يجي يعمل الغسيل وبعد ما يعمل الغسيل. تمام كده. يبقى اول حاجه البيربوس كان عندي دايت مانجمنت، بعد كده تاني واحده الاوبزرفيشن اوف ميديكال ستيتس، بعرف حالته ايه الصحيه ايه. بمعنى اصح ان الويت بيديني ايه مؤشر للحاله الصحيه للمريض. تالت حاجه كالكوليشن اوف ميديكال دوساج، يعني معناها ان انا بحسب بيها الجرعه بتاعه الادويه اللي هو المفروض ياخدها. ليه؟ لان كل جسم، الجسم اللي وزنه كبير اكيد بيحتاج جرعه اكبر من الدواء. الدواء اللي هيتوزع على جسم وزنه صغير مش زي اللي هيتوزع على جسم وزنه كبير. فلازم ايه ابقى عارفه الوزن قد ايه عشان ياخد جرعه اكبر شويه. لو هو وزنه صغير او وزنه قليل بديله جرعه ايه اقل. يبقى دي كانت البيربوس بتاعتنا من الويت، الويت ميجرمنت. تالت حاجة بعد كده البرينسيبلز ريليتد تو ويينج ذا بيشنت. في عندي اساسيات كده لما اجي اوزن المريض لازم اخد بالي منها. ايه هي الاساسيات ديت؟ لازم اوزن المريض وي ذا بيشنت بفور بريكفاست ات ذا سيم تايم اتش دي. لازم اوزنه كل مرة قبل الفطار، ميكونش لسه واكل واوزنه، لا كل مرة هوزنه قبل الاكل في نفس الوقت. يعني مثلا انا وزنته النهارده قبل الفطار، يبقى بكره بعد الفطار، يبقى بعد مثلا هتوزنه بعد اسبوع، هيبقى اسبوع بعد اسبوع بعد قبل الفطار، هوزنه بعد اسبوعين، هي برضو بعد ايه، هيبقى برضو قبل الفطار، مش سوري مش بعد الفطار، قبل الفطار. لازم احدد الوقت اللي هو كان لنا اسجله عشان ما انساش انا وزنته وقت ايه. طيب ايه تاني؟ يوز ذا سيم سكيل اتش تايم، هستخدم نفس الميزان كل مره. مثلا لو حد بيوزن نفسه في ميزان في الاسم بتاعنا، في الاسم اللي انت موجود فيه في المستشفى، بيبقى نفس الميزان، مش هوزنه مره هنا وانزله مره واوزنه مره في الميزان في قسم تاني، هيدي قرايه مختلفه. يبقى لازم اثبت الميزان، لان كل الموازين مش زي بعضها. لازم ما تيجي توزن نفسك توزن نفس كل مره بنفس الميزان عشان اعرف اقارن بين الوزن الاولاني والوزن الثاني، واديني ابقى عارفه ان النتيجه دي صحيحه، مش نتيجه اختلاف موازين، لا اعرف النتيجه دي كانت صح او غلط. ثالث حاجه انشور ذات ذا سكيل از بروبرلي بالانسد، اتاكد ان الميزان دوت شغال كويس ومتوازن، واقف عند الصفر، المؤشر بتاعه عند الصفر، ما يبقاش الميزان اصلا في اي مشكله وهو جاي يوزن بيه المريض، هيديني قرايه اكيد غلط يعني. نمبر 4 weigh the patient in the same amount of clothing each day، كل مرة أوزن المريض بنفس الهدوم اللي كان لابسها في المرة اللي قبلها، سواء كان هوسبيتال جاون اللي هو الجاون بتاع المستشفى اللي البيشنت بيبقى لابسه، أو البيجام. مش مثلا أوزن المرة دي بهدوم تقيلة المرة الجاية بهدوم خفيفة، لا هي نفس إيه الهدوم. رقم نمبر 5 have the patient void before waiting، لازم اخلي البيشنت فويد، معناها ان هو يعمل تواليت، يفضي البلادر، اي يفضي المثانه بتاعته قبل ايه الوزن. ايه كمان؟ افويد ويتنج ويينج ذا بيشنت، افويد ويتنج اني اكويبمنتس اتاتشد تو ذا بيشنت ساتش از درينج باكس. معناها ايه؟ ان انا ما يكون اي اكويبمنت موجوده بالمريض، يعني مثلا البيشنت دوت مركب كاسيتر اللي هي قسطره بوليه، طبعا فيها في نهاية القسطرة هيبقى فيها ايه درينج باك اللي هي باك بيتخزن فيها اليورين اللي هو البول، بالباك بتخزن فيها اليورين ديت. اكيد لما اجي اوزن المريض لو انا خدت ووزنت بيها هتزود في الميزان بتاعه، لا انا عايزه وزنه هو لوحده منفصل ما فيهوش اي ايه حاجات زياده من بره. يبقى انا لازم افضي ايه اللي هي الباك اللي فيها اليورين دي، لازم افضيها الاول قبل ما اوزن المريض. لو هو مثلا عنده استوما فتحة في الأمعاء والفتحة دي بتخرج فيسز في باج، الفيسز برضو لازم أعمل فيه إيه، أفضيه الأول قبل ما إيه ما أروح أوزنه. لو مركب درنقة في جرح، الدرنقة هيبقى في آخرها باج وفيها بلد،
او فيها سيروس فلويد سائل اصفر او دم، فهعمل ايه فيها؟ هاخد الباج دي برضو افضيها عشان اما اجي اوزنه يبقى وزن البيشنت هو ايه اساسي اللي يطلع لي في قلب الميزان. دي كانت معانا ايه البرينسيبلز. هايت اند ويت ميجرمنتس، دي بقى القياس نفسه، هقيس ازاي؟ ده يعتبر البروسيجر بتاعنا. ميجرنج اول حاجه هناخد فيها ثلاث انواع. اول نوع منها ميجرنج هايت اند ويت يوزنج ابرايت سكيل، هقيس الهايت والويت بميزان اللي هو ابرايت، من اسمه كده بيستخدم للبيشنت لما يكون قادر ان هو يقف مستقل ستاند اندبندنتلي، يقدر يقف ويمشي ويتحرك معايا واخده على الميزان يتوزن ويقف مظبوط واقدر اوزنه واقيس طوله، تمام كده اسمه ابرايت سكيل. هوريكم صورته دلوقتي، هي الصورة دي بتاعت الميزان، دايما اكيد انت شفتوه قبل كده الميزان ده، مشهور جدا في مصر. فتلاقي الميزان دوت البيشنت ايه بوزنه عليه. كخطوات بروسيدجر بوزنه ازاي ان شاء الله هشرح لكم فيديو في المعمل واشوفه احنا بنوزن المريض ازاي وبقيس له الطول ازاي. ده البيشنت بيقف عليه وبيتوزن عادي وبيقيس الطول بعد ما يخلص في نفس الوقت بعد ما يخلص الوزن وانا اشوف القرايه بتاعت الوزن والطول. يبقى ده اول نوع اسمه ايه ابرايت سكيل. ميجرنج ويت يوزنج تشير اور ويل تشير سكيل، ده بقى بقيس الوزن بتاع المريض. السكيل دوت اللي فات كان اسمه ابرايت سكيل، السكيل ده اسمه ايه تشير اور ويل تشير سكيل، وهوريكم صورته برضه. من اسمه كده معنى كده ان هو فيه كرسي، ميزان فيه كرسي، سواء كرسي اللي هو العادي يا اما كرسي ايه الويل تشير اللي هو الكرسي بعجل. بيستخدم في ايه يوزد ان بيرسون هو كانت ستاند اندبندنتلي، يعني البيشنت مش بيقدر يقوم لوحده، حتى لو يعني لازم اسنده او اقعده على الكرسي عشان انقله على الميزان. فالميزان اللي فات اللي هو الابرايت سكال دوت ما ينفعش ايه ان انا اقعده عليه، لازم اجيب له ميزان تاني بيبقى ايه في كرسي، اما الميزان ده بيبقى عباره عن كرسي والكرسي فيه شاشه بتوريني ايه القرايه بقد ايه. والويل تشير سكال دوت انا باخد المريض واقعده على الويل تشير وايه واحطه فين واقيس له الوزن بتاعه هو قاعد على الكرسي ما بيقومش من عليه. طيب بيستخدم، انا قلت لو المريض مش قادر يقوم من السرير او مش هيقدر يقف على الميزان، فهم الميزان ده مخصوص للناس ايه اللي هي اندبند اللي هي ما تقدرش تقوم او مش قادرة تقوم مستقلة اللي هي اندبندنتلي. بيستخدم برضه عشان احسب الميديسين دوز، ما هياخد ميديكيشن قد ايه، ويشوف الميديكال كونديشن بتاعته قد ايه اتحسن ولا ما اتحسنش. مش معنى ان هو مثلا مش قادر يقوم السرير يبقى انا كده مش هوزنه، لا، يبقى في ميزان ايه خاص له اللي هو صورته زي ما انا هوريه لكم دلوقتي. ادي دوت الويل تشير سكيل، شايفين الميزان ديت الممرضه طبعا بتاخد البيشنت من على السرير بتاعه بتنقله من على السرير، يا اما بتسنده يا اما بالبلت حزام كده بيتلف حوالين الوسط بتاع البيشنت وبشد البيشنت بيه، بس طبعا ببقى قافله العجل بتاع الويل تشير ده عشان لما اجي اقعد البيشنت عليه طبعا الكرسي ما يتحركش مني والبيشنت يقع في الارض. يبقى بنقل البيشنت من على السرير واحطه على الويل تشير، وبعد كده ايه افتح تاني اللوك، اعمل اللوك للويل اللي هي العجل بتاع الكرسي، وبعد كده ابتدي ان انا ازقه واحطه ايه على الميزان. اول ما اجي احطه على الميزان ارجع اقفل ايه الويلز بتاعته تاني العجل بتاعه عشان ايه ما يتحركش برضو والبيشنت يحصل له يضرب يقع. بعد كده خلاص اروح وزنه اشوف القرايه قد ايه على الشاشه اللي قدامنا ديت، والشاشه اللي قدامنا دي هشوف عليها القرايه قد ايه. بعد كده هفتح الويلز تاني العجل بتاع الكرسي وابتدي ان انا ارجعه فين على الايه على البيت بتاعه كمان مره. طبعا لما اجي ارجعه على البيت بتاعه ارجع طبعا اقفل ايه تاني الويلز تاني، يعني موضوع القفل والفتح الويلز ده عشان خاطر احافظ على سلامه المريض. وارجعه فين؟ ارجعه عند السرير بتاعه، بعدين ارجع اخد الكرسي دوت واوزنه هو لوحده الكرسي. ليه بقى؟ لان انا لما وزنت المريض وزنته هو والكرسي وطلع لي القرايه، مش معنى كده ان ده وزن المريض، لا غلط، ده مش وزن المريض، ده وزن هو والكرسي. فانا ساعتها هعمل ايه؟ هوزن الكرسي لوحده
واطرح الوزن اللي انا قسته للبيشنت الاول كله هو والكرسي، واطرحه من ايه، من وزن الكرسي، فهيديني وزن المريض صافي لوحده يعني. دوت كان الويل تشير اسكال. دوت بقى اللي تشير سكيل، شايفين الكرسي قدامنا اهو، ده كرسي برضو متحرك، بس ده الفرق بينه وبين التاني ان ده نفسه فيه ميزان. شايفين الشاشة اللي ورا ديت، هي ديت اللي ايه اللي بيطلع لي القراية عليها. البيشنت برضو بنقله بنفس التكنيك من على السرير واقعده فين على الكرسي، واتأكد ان ايديه موجودة على الكرسي ورجليه احطها في المكان دوت، وابتدي ان انا اشوف ايه القراية. ده سهل عن اللي هو بنقله بكرسي متحرك، لانه ده بيدي القرايه على طول، مش بحتاج ان انا انقل البيشنت فين على السرير. ونفس التكنيك برضه، ما اجي احط البيشنت عليه هنقله بالحزام، واقفل اللوك بتاع العجل دوت، هقفلها عشان ما يقعش، وبعد كده اقيسه وارجع ايه افك ارجع البيشنت تاني مكانه على البيت، وبرجع خلاص كده اعمل انلوك للويلز. يا كده اداني القرايه على طول مباشره. هنا بقى ايه، مش بطرح القرايه ولا اي حاجه من الميزان زي ما انا طرحت وزن الكرسي من الوزن ككل اللي انا قسته في البيشنت بتاع الويل تشير، لا، ده الوزن بيبقى صافي اول ما بيقعد عليه ويديك الوزن، ده وزن البيشنت فعلا. يبقى كده عرفنا الفرق بين التشير سكيل والويل تشير سكيل. التشير انا بحط الوزن على طول ما بطرحش، انما الويل تشير انا طرحت الوزن الكل اللي انا قسته الاول اللي هو بتاع البيشنت والكرسي، ورحت طرحها من وزن الكرسي عشان يطلع لي وزن ايه المريض الصافي لوحده. دوت كان الويل تشير سكيل او التشير سكيل. يبقى احنا كده خدنا كام نوع، اللي هو الابرايت سكيل، وتاني نوع اللي هو ايه الويل تشير سكيل او التشير سكيل. ميجرينج هايت اند الويت يوزنج ترانسفير سكيل، دي تالت نوع الميزان اللي انا هستخدمه. خدنا ابرايت ويل تشير ودوت ايه ترانسفير سكيل، من اسمه كده يعني ميزان متحرك، او يعني ميزان بيتنقل من مكان لمكان. بيستخدم ده بقى لايه؟ اكيد طبعا الاولاني كان بيستخدم اللي هو الابرايت سكيل، كان بيستخدم للمريض اللي هو بيقدر يتحرك وبيوزن نفسه. الميزان التاني بتاع الويل تشير اللي هو كان بيعتمد عليا جزئيا، وبقدر ان انا انقله واحطه على الكرسي واروح اوزنه. طب البيشنت دوت اموبلايزد خالص، ما بيتحركش خالص من السرير مثلا، في غيبوبة، عنده عامل اي عملية ممنوع ان هو يتحرك تماما، او تشيليه او تحطيه على كرسي وتنقليه وتوزنيه، هل معنى كده ان انا مش هوزنه؟ هياخد الجرعة بتاع العلاج بتاعته ازاي؟ مش هينفع. يبقى لازم كان يبقى في ميزان للناس اللي بالحالات دي. هو بيقول لي ان الميزان ده كبير شوية، لارج، ايزي تو ريد، بس سهل ان انا اقراه، اقرا منه الهايت والويت الاتنين، بات ات از فيري اكسبنسيف، بس هو بيبقى غالي شوية، لانه طبعا ميزان متطور ومش موجود كتير عندنا في مصر يعني. اتز بيقول ان هو بيستخدم في المونيتورنج المال نيوتريشن، هي سوء التغذية، خصوصا في الحالات اللي هم ايه كريتيكالي البيشنت، اللي هي في حالات المرضى الحالات الحرجة، ان هم بيبقوا محجوزين مثلا في الاي سي يو اللي هي الانتنسيف كير يونت اللي هي العناية المركزة، بيبقوا البيشنت ده محجوزين فيها، فانا عايز اشوفهم عندهم مال نيوتريشن ولا سوء تغذيه ولا لا، لان البيشنت دوت عرضه جدا ان هو يجيله مال نيوتريشن. فانا فمتابعه الوزن بتاعي لو لقيته ان هو بينزل في الوزن، معنى كده ان هو عنده ايه مال نيوتريشن. لقيت وزنه طبيعي وما بينزلش، يبقى كده عنده جود نيوتريشن، النيوتريشن بتاعته كويسه. برضو بحسب بالوزن بتاعه بيساعدني في ايه، بيساعدني في ان احسب جرعه العلاج، وايه كمان، واشوف البيشنت كونديشن برضو حصل لها بقت ورس سيئه ولا بقت افضل من الاول. وده شكل الترانسفير سكال او بيشنت ترانسفير سكال اهوت. شايفين قدامنا الخطوط ديت اللي هي بتقيس لي الهايت، بس هي مش واضحه في الصوره قوي. الخطوط ديت بيبقى مترقمه فيها الوزن، بيبقى مترقمه فيها عشان الطول بتاع البيشنت بالسنتيمتر يعني، وديت الشاشه الصغيره الخضراء ديت بتبقى فيها ايه، بيطلع لي الميزان قد ايه. بحطه ازاي تحت البيشنت، بجيب الميزان واتاكد ان الميزان شغال كويس، بعد كده اخلي حد اتنين طبعا يرفعوا البريد من عند الشولدر والهيب بتاعه، بعد كده هبتدي ان انا احط ايه الميزان تحته، وارجع ايه البيشنت تاني زي ما هو على الميزان، وابتدي ان انا اتاكد ان البيشنت موجود كله على الميزان، ايديه على الميزان ورجليه، ايديه مش خارجه بره عن الميزان عشان تديني القرايه الدقيقه لوزنه،
وبعد كده ابتدي ان انا ايه اشوف الوزن قد ايه، وفي نفس الوقت بعد ما خلص وشوفت الوزن اشوف الهايت هو كمان من اول الهيد لحد فين التو، زي ما احنا قلنا الهايت بتقاس من الطوب بتاع الهيد لحد الفيت بتاعته اقل نقطة في الجسم والطوب بتاعت الهيد. خلاص شوفت الهايت والويت، ابتدي ان انا ارجع تاني المريض دوت على جنبه. الاتنين اللي معايا بيساعدوني طبعا اللي هما ماسكين البيشنت بيروحوا رافعينه تاني كمان مرة على جنبه اللي هو اللي انا رفعته عليه في الاول، مش هو كان نايم على ظهره وانا رفعته، هرجع اخليهم يقيموا المريض تاني على جنبه وبعدين ابتدي ان انا ايه اسحب الميزان من تحته وخلاص. يبقى كده ايه البروسيجر خلص وانا عرفت الوزن والطول بتاعه. دول كانوا التلاتة ميجرمنتس اللي هم بتاعت الهايت والويت ميجرمنتس. ان شاء الله اعمل لكم بروسيجر على الابرايت سكال، لكن الاثنين السكال الاخرانيين دول مش عندنا في المعمل، فهنزل لكم فيديوهات له. Thank you.